نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي تشيز كيك الفراولة. ومقادير التشيز كيك بالنسبة للقاعدة 2 كوب بسكوت مطحون وثلث كوب زبدة مذابة. بالنسبة للحشو 300 جرام كريم تشيز، 1 كوب زبادي، 2 بيضة، نص كوب سكر، 2 معلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، 2 معلقة صغيرة فانيليا و2 كوب فراولة. هنحط الزبدة المذابة مع البسكوت وهنخلطهم مع بعض. وبعدين هنحطهم في صينية التشيز كيك ونضغط عليهم وندخلهم الفرن لمدة 5 دقايق علشان يتحمصوا ويمسكوا في بعض شوية. وده هيكون تقريبا الوقت اللي هنحضر فيه حشو التشيز كيك. ودلوقتي نبتدي نحضر حشو التشيز كيك. هنحط الكريم تشيز والكريمة الحمضة، أنا أسفة زبادي مش كريمة حمضة، والبيض والسكر الفانيليا والليمون والدقيق وهنضربهم كلهم مع بعض. كده خليط الكريم تشيز جاهز. زي ما احنا شايفين البسكوت خلاص اتحمص ولونه دلوقتي حلو وكمان مسك في بعضه. فاللي احنا هنعمله هنحط الفراولة فوق البسكوت وهنوزعها بالشكل ده. لازم نزود نسبة الدقيق في أي حاجة فيها فواكه طبيعية. نحط خليط التشيز كيك ونوزعه في الصينية فوق الفراولة. وهندخله فرن على درجة حرارة 130-140 وهتقعد في الفرن حوالي ساعة. وطبعا هنحط معاها بامري أو حمام مائي
زي ما دايما بنحط مع التشيز كيك.